اهلا بحضراتكم من جديد يا كابتن وليد. قال لك انه بيجري فين كابتن؟ بيجري ناحيه القبله بيقول. انا عايز اقول لكم في الفصل الكابتن وليد كلم كابتن سيد عبد الحميد قال له كنت تجري فين؟ قال لك فين بقى عشان الناس بقى قال لي والله ما عارف. قال لي مش حاسس من الفرحه مش حاسس والناس كلها بتجري كده وهو بيجري بيقطع الملعب. قال لك ناحيه القبله يا كابتن ربيع. الفرحه طبعا بتخلي الواحد يجري في اي حته. حاول تجيبوا لنا كابتن سيد عبد الحفيظ يا جماعه. الحمد لله والشكر لله. مين؟ استاذ بركات. استاذ محمد بركات. استاذ محمد بركات اهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن. استاذ محمد بركات والد النجم الجميل عمرو بركات. الله يكرمك. قول لي احساسك دلوقتي. والله انا احساسي يعني انا اولا يعني برحب اصلا او يعني سعيد جدا باللقاء بتاع كابتن ميدو مع كابتن ربيع وكابتن وليد تسلمونا ربنا يخليك الاول. وبعدين لو احساسي احساس ما اقدرش اوصفه. لو جيت اتكلم دلوقتي مش عارف اوصف الاحساس يا كابتن ميدو. يعني احساسك كاهلاوي واحساسك كابو عمرو. احساسي كاهلاوي مبدئيا طبعا اني انا احس ان يعني البطوله بدات ترجع تاني، ان خلاص لينا امل ان احنا ناخد البطوله مش ان احنا نلعب على التواني. ولا زي ما كنت بسمع ده احساس ثاني خالص. البطوله الاهلي معناه بطوله مش معناه ان انا بلعب واخد ماتشات واخد بونت. لازم افوز في كل الماتشات لكن لازم ابقى عامل تارجت قدامي وعايز ان انا هدف قدامي. هدف هو البطوله الاساس يعني. وده حاجه عاديه جدا جدا متعودين عليها. وطبعا برضو عمرو متعود علينا وتربيته في النادي الاهلي من البدايه خالص. ما فيش حاجه اسمها تفوز بمباراه واحده، لا تفوز لازم فوز، ولازم كمان بعد الفوز الهدف الاسمى هي البطوله، نحقق البطوله يعني. اما كاحساسي كوالد طبعا ما لك الا تتخيل انا قاعد قدام التلفزيون وبعدين مستني عمرو ينزل خاصه ان هو بعد الماتش اللي فات كان طبعا لعب وجاب جون وحاجه كده. فانا برضه مستني ومتفائل يعني متفائل بان هو هينزل هيجيب جون. انا متفائل احساسي ان هو هيجيب جون لان ده عمرو من فضل ربنا. انا مش عشان والده ولا حاجه خالص بالمره، لكن احساسي ككوره. والكابتن ربيع انا احساسي ليه ايام ما كان في الملعب ما كان بياخد الناحيه اليمين بتاعته ما حدش بيقف قدامه، كابتن وليد والكابتن كابونا هو كل واحد يدوره. لكن انا احساسي كلاعب كوره برضه على قدي ان عمرو بيفكرني دايما بالمين؟ بالكابتن طاهر ابو زيد. ده وبعد عارف انه هيعمل حاجه، فده حاجه من فضل ربنا الحمد لله رب العالمين يا كابتن. يعني اول ما جاب عمرو الجول ايه؟ اول ما جاب عمرو الجول عملت ايه؟ انا نصلي العشاء في المسجد. على فكره هو سعادتك على حاجه في الماتش اللي فات كنت طبعا مصلي المغرب وقاعد من المغرب لحد العشاء في المسجد. وبعدين من الادعيه اللي انا دعيتها لعمرو الماتش اللي فات ان ربنا سخر له الملك يكون جنب منه في الارض. الله. وقريت دايما وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. يعني ويعني في حاجات عقائد ثابته يعني. انا عارف ان النصر هيجي له لا مش من حد تاني خالص، على هو هيجي له نصر من عند ربنا سبحانه وتعالى. ثم النهارده برضه دعيت دعوه معينه برضه ليه كده، فالله المستعان مش اكتر من كده. والله كابتن الف مبروك وبالتوفيق. ربنا يكرمك يا استاذ محمد. وعمرو شخصيه محترمه وشخصيه جميله وصبور ومؤدب، ويعني قعد فتره طويله بمنتهى الصبر ما سمعناش اي حاجه خالص. عشان كده ربنا كافئه في دعواتكم اكيد يعني، دعوه باباه ودعوه والدته يعني، وهو يستاهل بصراحه. ألف مبروك وربنا طبعا يكرمه إن شاء الله الفترة اللي جاية. شكرا شكرا جدا يا أستاذ محمد، شكرا جدا. يعني حاجة جميلة طبعا. ما هي بص برضه هو سبب من أسباب